يميز هذا العام بكثافة الزائرين من لبنان إلى العراق، وخاصة زوار العتبات المقدسة. يعج مطار بيروت الدولي بالمسافرين اللبنانيين الذين يقصدون العراق بالآلاف، ورغم ظروف الحرب في الجنوب والتهديدات الأمنية للمطار، إلا أن الإقبال على الطيران يتزايد خلال هذا الموسم، والطائرات لا تتسع للكم الكبير من الزوار المتوجهين إلى مدينة كربلاء بالتزامن مع شهر محرم الحرام. يعني أنا بشوف على النظام الحجز اللي عنا قداش كان فيه رحلات بالسابق وقداش هلأ بنحط رحلات، يعني تلبية لطلب زيارة الأربعين. مجموع الطيارات اللي بتروح جمعياً على العراق بتتعدى 60 طيارة. الستين طيارة إذا الكاباسيتي تبعهم بحدود 180 راكب، يعني في عندك بحدود 12-13 ألف راكب جمعياً عم بيروح على العراق، وبالتحديد يعني السواد الأعظم منهم على النجف. ومن هلأ وطالع كل ما قربت موعد الزيارة كل ما العدد زاد. في جولة داخل المطار نجد أن أبناء الجنوب بالتحديد يتحدون العدوان الإسرائيلي ويصرون على السفر إلى النجف الأشرف، ومن جهتهم يرحب العراقيون الذين يزورون لبنان بحركة المسافرين المتصاعدة نحو بلادهم. مش طبيعي، يعني نحن عنا حرب هلأ منا صح؟ ما شاء الله عنا عقيدة قوية ومنآمن بهذا الموضوع ومنحب، واجب شرعا نعتبره كل ده عم يطلع منا من قلب الجنوب. كل يوم في رحلة، كل يوم ما بيوقف السفر على العراق والزيارات ما بتوقف. السياحة بالعراق سياحة دينية غالبا، وخاصة في هذا الوقت استشهار محرم، فرح تكون زيارة الإمام الحسين والإمام العباس، فرح يكون اكو كثرة السياحة من لبنان إلى العراق. والله هو البلد العراق مهما كان عدد الزوار أكثر فهو دائما يرحبون بهم كل الأوقات. من ناحية أخرى، فإن نسبة كبيرة من شباب لبنان يتخذون بغداد كوجهة أولى للسفر بهدف العمل، ومئات الاتصالات وطلبات الحجوزات تصل يومياً إلى مكاتب السياحة والسفر في بيروت لهذه الغاية. نحن والعراق، لبنان والعراق دائماً كان بلد كتير يعني متقاربين اثنيناتهم، واليوم العراق بازدهار واللبنانية عم بيروحوا عم بيشوفوا أنه أوقات عم بياخذوا فيز على أوروبا بصعوبة، عم بيطلعوا على العراق، وبينه وبين العراق يعني تقريبا متكامل كالبلدين. في شباب كتار تعرفي الأزمة بلبنان رايحين على العراق كرمال شغل، العراق عم بيعمروا، واللبناني مخضرم بهالأشياء كلها. العراق شقيقة وكل الدول العربية بحبوا لبنان ونحن بنحبه. والله حركة سفر بالنسبة للعراق ولبنان حركة سفر متبادلة بسبب التعاون الموجود بين العراق ولبنان، خصوصا بعد ما يعني انشال الموضوع الفيزا بالنسبة للعراق ولبنان. هذا يشجع يعني التكاتف بين البلدين وتزيد المحبة والألفة بين البلدين العربيين الشقيقين إن شاء الله. لصباح الخير يا عراق، سالي قرفلي، بيروت.